يا غدار يا بنت ليه؟ طمعتيني فيكي، ضحكتي في وشي وفردتيلي دراعاتك على الاخر، خدتيني في حضنك. لا ده انت حضنتيني جامد جامد قوي كمان، اديتيني كتير قوي. قلبتي عليا ليه؟ غدرتي بيا ليه؟ عشان حبيتي. عملت فيا كل ده عشان حبيتي. بلاش يا دنيا، يا دنيا انت السبب، انت السبب، انت اللي نسيتيني نفسي، نسيتيني ربي. ربي وانا نسيتك يا ربي. لا لا انا ما نسيتكش، ده انا حاولت ابسط الناس على قد ما اقدر. بعدين نهايتي يا ربي، اخرتي تبقى المرار ده. ولا نسيت؟ نسيت ان كل اللي له اول له اخر، وان كل بدايه هي نهايه، ودي نهايتي. ليه ده انا عمري ما كان في نيتي انصب على حد، ولا اخدع حد، ولا كان في نيتي ليه يا ربي؟ هو اللي يستاهل كل اللي بيحصل ده؟ ولا ما استاهلش؟ انا استاهل ولا ما تستاهلش؟ انا مستاهل ولا مستاهلش؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. انت فين يا احمد؟ انا موجود اهو يا اخ عمر. خير؟ عايزني بحاجه تانية يا دكتور؟ لا متشكر قوي يا عم شناوي، بس زي ما فهمتك الله يكرمك. ان شاء الله. متشكر قوي. انا نازل كده. خير يا عمر؟ خيرا ان شاء الله. الاخ ابراهيم يريدك لكي تنضم الى حائط الصد. حائط الصد؟ حائط الصد بتاع ايه ده؟ الاخوه يصنعون باجسادهم حائطا للصد لمنع وصول موكب الرذيله الى القاعه. شيوعيين برضه؟ اللجنه الفنيه يصطحبون موكبا للفسق والفجور. يعني ايه بقى فسق وفجور؟ ما انا عايز افهم برضه يا شيخ. بند غربي وروايه تمثيليه لكاتب غربي هو احد اقطاب الشيوعيه، اسمه بريخت. بريخت؟ طب يلا سلام عليكم يا عمر. الى اين يا اخ احمد؟ انا اصل الموضوع ده مش 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 يعني مش راكب دماغي، وانا عندي حاجات عايز اخلصها. انا موجود هنا من اجلك. الاخ ابراهيم عرض وجودك وانا رفضت. وليه رفضت؟ وليه تعرض وجودي؟ لكي تنال شرف مواجهه الاثم والعدوان. عدوان؟ انت بتقول ايه يا جدع انت؟ ده احنا ما كناش بنتكلم كده على اسرائيل.
والمواجهة دي بقى هتتم ازاي ان شاء الله؟ بالقوة. القوة دي في الشوم والسنج والجنازير؟ من الكفر أن نستهلك رؤوسنا وألسنتنا في حوار مع الكفار. هم نرفع عليهم الشوم وإن لازم الأمر سيوف. مع إن الراجل اللي اسمه بريخت ده لا رفع على سيف ولا مطوة ولا شومة، وصل لعقول الطلبة بأفكاره، إنما إحنا بقى للأسف الشديد مساكين رفعنا عقولنا وحطينا بدلهم شوية سنج وجنازير ومسامير. العين بالعين والسن بالسن والبادئ اصلا. انت تعرف اصل القول ده ايه يا اخ ابراهيم؟ هل فيكم من يعرف اصلا لهذا القول ام انكم تتبعون اميركم تاخذون الزبد وتتركون الماء؟ اصل هذا القول العين بالعين والسن بالسن والبادئ اظلم قيل في العهد القديم في التوراه، وفي العهد الجديد في الانجيل: من ضربك على خدك الايمن ادر له خدك الايسر. وانا متهيألي ده منتهي التسامح. اما في القران الكريم قال المولى عز وجل: والجروح قصاص وان تعفوا وتصفحوا هو اقرب للتقوى. لا تقوى في مخاطبه الشيطان. يكفيك ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تحصن بالقران لن يمسسك ضر. لم نسمع في القران او في كتب السيره ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع سيفا او سنج او شوما في وجه اليهودي الذي كان يلقي عليه الأذى أمام بيته. بالعكس، لما غاب اليهودي عنه يوما ذهب ليسأل عنه فعلم أنه مريض فذهب لزيارته. يعني إيه؟ يعني نتعلم، يعني نتكلم معاهم بالعقل ونخاطبهم لو كان عندنا عقل. والعقل بيقول إيه يا أخ أحمد؟ خلينا نستمع إليه يا أخ إبراهيم، يمكن يكون عنده حل أفضل من المواجهات الدامية. ماشي، قول لنا العقل بيقول ايه يا من تحتكم للعقل؟ ماذا يقول العقل؟ سؤال رائع، بارك الله فيكم. العقل يقول ان الحل في القرآن، ملاذنا وخلاصنا في القرآن بإذن الله. والله العظيم ما عملت حاجه، ده انا فران لا ليا في الطير ولا في الطحين. اقعد يا تسيب الفرن يولع وانا مال. انا فرن ايه يا جدعان؟ الفرن اللي انا بشتغل فيه اول ما بدأوا يحدفوا الطوب. استنى استنى استنى، مين دول اللي ابتدوا يحدفوا الطوب؟ انتوا واللي معاكم. انت هتتبلى عليا ولا ايه؟ انت مجنون، انا ما حدفتش طوب. انا بقى خدت الطوب اللي انتوا حدفتوه علينا وطلعت ارميه بره الفرن، لقيت الخراطيم في وشي واتلونت وجابوني هنا، وانا وعهد الله ما ليا في حاجه. اهلا 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 اخ ابراهيم. احمد؟ ايوه احمد. إيه انت مش متعلم يعني؟ ليه جابوك منين؟ من البيت. وانت؟ اهو بص كده، انت تعرف انا جاي منين؟ عايز تفهمني انك كنت في المظاهره؟ لا، بس عايز افهمك برضو اني ما كنتش في البيت، عشان انا كنت محبوس ليلتين في اسم الجيزه. عارف ليه؟ عشان اتحسبت على ناس ما بيقدروش هما بيعملوا ايه ولا يهمهم مين اللي هيروح في رجلين. انا مش فاهم انت بتتكلم عن ايه بالظبط. بتكلم عن كبش الفدا اللي شال عنكم تهم تكسير الالات. وانت عارف كويس احنا عملنا كده ليه، ومش مقتنع لا بالنتائج ولا بالاسباب. والله دي حاجه تخصك، انت حر يا اخي. وطالما انا حر اشيل بلاويكوا ليه؟ شويه خفافيش عايشين في الظلام. احترم نفسك يا اخ احمد. اشيل بلاويكوا ليه؟ ما تشتغلوا في النور ولا تعيشوا في النور، ولا هو النور ما بيحبكمش؟ كسرتوا الآلات ليه؟ لأنها أشياء تحط على الرذيلة، وده مش كلامي، ده كلام ربنا. لا سامح، كلام ربنا أكبر منك ومني ومن الدنيا كلها. على فكرة اللي أنتوا عملتوه ده بيضعف إيمانكم، ده لو في جواكم إيمان أصلاً. الإيمان موجود غصب عنك، ومش أنت اللي هتحكم على الإيمان. طبعاً طبعاً، إنما أنتوا اللي تحكموا وتقيموا إيمان الآخرين.